لقد قطعت شوطا طويلا. لن أتراجع الآن. السلام عليكم شباب، مرة ثانية عدنا لكم في فيديو آخر، وهالمرة حابين نستضيف معانا صوت لارا كرافت العربي، النجمة اللبنانية المبدعة نادين جيم. هلا وسهلا، حياك الله معانا في قناة بريستارت. نادين، كنا عارفين ان انت اشتغلتي في لارا كرافت اللي هو 2013 الجزء الأول، وعملتي الصوت اللي بالدبلجة العربية. انكسر قلبنا شوي لما اختفيتي بالايز اوف تومبريدر اللي هو الثاني، لكن رجعتينا مره ثانيه في الجزء الثالث. yes, تجربتك الان مع التجربه السابقه، ممكن بس تخبرينا اول حاجه عن التجربه الاولى كيف كانت؟ اكيد. وايش تطور اللي صار في التجربه الثالثه، وكيف حسيتيها لما عملتيها؟ سو تخيل حدا هيك في نهار بدق لك بيقول لك شو رايك تكون لارا كرافت؟ سو شو معقول تحس؟ أيوة. وقتها ينعطاك هيك فرصه، انه اتس اميزنج، ريلي ات از اميزنج. سو باول فيرجن من لارا كرافت كانت لارا صبيه من دفعه، عندها قوه هائله بداخلها، بس من دفعه هيك بتكب حالها يمين وشمال، ما بتفكر، ما بتحسب حساب لشيء. سو واز ريلي على قد عمرها اذا بدك لارا. فيرجن 3 لارا از جرون وومن، يعني امراه تقدمت بالعمر بس نضجت كمان مع العمر، صارت مستدركة بمسؤولية أفعالها وكيف بتأثر على الناس اللي حواليها، في زعل وفي حزن وفي غضب وفي انتقام وفي استمرارية إذا بدك هيك الثقة بنفسها، وكيف أنها توصل لهدفها يلي هو بالنهاية أنه تحمل إنسانية من الماين أبوكليبس ومن جماعة ترينيتي. واو، ننتظر صراحة ونشوف كيف الإبداع بيكون بعدين في الجزء الثاني. You tested the game. I did. What happened? وحبيت اللعبة كثير. اسمع. حتى أنا أمانة إن اللعبة من خلال الديمو اللي لعبتها فيه حسيت ان هذه هي لارا كرافت النكست جن فعليا. صح. ان هذا this is the لارا كرافت I knew، ورجعت مره ثانيه مع النكست جن. صح. من ناحيه الجرافيكس حتى يمكن لو لاحظت الجرافيكس كان رهيب جدا، لعبناها على اكس بوكس اكس 60 فريم 4K، حتى الموشنز والحركه مالهم لما تتكلم والافعال كذا. طيب خلال لما عملتي انت اللي هو الدبلجه، هذه الموشنز والافعال والاشياء هذه كيف حسيتيها في اللعبه؟ اولا انا مع صوتك انت طبعا. طبعا، بس انا رح اقول لك انا صعوبه الدبلجه كانت انه نحن ما شفنا شيء نحن عم ندبلج. يعني انا كنت عم دبلج من ورقه يعني. قدامي ويف لينكس بلحق الويف لينكس مظبوط. واو، شو صار وقت طلع التريلر وشفت قديش الجرافيكس ار اون سيتش ان ادفانسد ليفل، وبلس في كم مشهد سينماتكس عطونا اياه بس بال 3 دي، هيدا مثل الواحد عم بيحرقس الثاني. ايوه، عم نعطيكم مشهد وما عم نعطيكم كل شيء. اوكي، سو بيسكلي وقت شفت التريلرز ليفل اوف بروفيشناليزم وقديش متقدم جرافيك وايز، قلت انا عم بحضر فيلم، انا مش عم بحضر جيم. واو. بس هيك انا بالنسبه لي ذس از لارا كرافت، ومنشن هيك العرب جيمر رح يندمج كتير مع اللعبه هالمره واكثر من كل الامرار، وعندي ثقه كتير كبيره بالعرب جيمر. الله الله الله، مش اي دو جو جايز كيك باك. طيب اخر سؤال معايا يا نادين، تجربتك الان في عالم اللي هو الدبلجه، اعتقد هي اول مره تدربيها صح؟ لارا كرافت فقط ولا غير. ولا غير. طيب ايش ممكن تفكري فيه بالمستقبل اذا انت تجربي في هذا العالم؟ عن جد سؤالك كثير حلو، لانه عم فكر بالموضوع كل الوقت، انه انا كيف هالقد انا فرحانه بالدبلجه، وكيف هالقد اندمجت. واو. بعالم الدبلجة والقعدة بالستوديو لحالك مركز على وان كاركتر، مش عم بقدر افهم اذا انا مغرومة بالدبلجة او انا مغرومة بشخصية لارا. الله. ومنشان هيك حبيت الدبلجة. So I don't know. Right now all I know is انه لارا is one of the best things I've ever done. جميل. وبدعي كل الأرب جيمرز يحملوا اللعبة سبتمبر 14 باللغة العربية، وأنا بدي يصير في زعل بينه وبينه. شفت كيف؟ زعل بعد عليك. تعطونا الفيدباك تبعكم على our social media channels. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك ألف عافية نادين معنا، شكرا في قناة بريس ستارت. ثانك يو. وكل التوفيق لك إن شاء الله، نعرف وقتك ضيق وبتلحقي الطيارة، لكن كنا باغيين ندردش معك أكثر، لكن أسرونا خلاص كات كات كات. فرحلة موفقة إن شاء الله. ثانك يو. وبإذن الله نشوفك في مرات قادمة. مثل ما الله بيريد إن شاء الله. خليكي مع لارا كرافت. Where are the developers? Can they hear this? أيوة خلاص خلوها. إحنا نتعود على صوت واحد خلاص. 100%. I agree. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. باي باي. حياكم الله.